بالعملية العسكرية الروسية وتداعياتها على كرة القدم العالمية. أمس سقطت بعض عقوبات الفيفا على روسيا أمين بحرمانها من اسمها، ستلعب روسيا الآن تحت مسمى اتحاد روسيا، أيضا حرمانها من نشيدها الوطني ومن علمها. الفيفا أبقت الباب مفتوحا أيضا من أجل إقصاء روسيا من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر. نعم، تمنينا أن يحدث نفس الأمر أو يحصل الكيان الصهيوني على نفس المعاملة التي تحصل عليها روسيا، ويحصل في المقابل الفلسطينيون كشعب معترف به عالميا على نفس المعاملة التي يحصل عليها الأوكرانيون، ولكن النفاق العالمي بلغ أشده في هذه الآية مع هذه الصور، هذه الصور التي أسميها النفاق الرياضي والنفاق الكروي. نعم. لم نشاهد مثل هذه اللافتات حين كان الفلسطينيون في غزة، يتعرضون للقصف. نعم. يوميا عشرات الجثث كانت تترامى هنا وهناك تحت مرأى العالم ككل، كلهم شاهدوا هذه الصور، ولكن ولا أحد قام بمثل هذه المبادرات باستثناء بعض الجماهير العالمية مثل جماهير الأسكتلندية التي كانت تدعم دائما القضية الفلسطينية، باستثناء بعض الجماهير ولا أحد كان يرفع هذه اللافتات. لماذا لا يرفعون لافتات تدعم الفلسطينيين في حربهم ضد الكيان الصهيوني الغاشم؟ لماذا لا نشاهد مثل هذه اللقطات؟ لماذا لا يصفق هؤلاء للفلسطينيين؟ لماذا لا نشاهد دقائق صمت ترحما على ضحايا وشهداء لكن المجازر اسمح لي التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل؟ هؤلاء لهم الحق في نصرة بني جلدتهم. نعم. ماذا فعلتم أنتم لنصرة بني جلدتكم؟ نعم، هذا هو السؤال أمين، هذا هو السؤال. لا تنتظر من الأوروبيين أن يتعاطفوا أو يتعاونوا أو يتضامنوا مع الفلسطينيين. أين كان العرب لرفع القضية الفلسطينية؟ أين كان المسلمون لرفع القضية الفلسطينية في المحافل الرياضية الدولية؟ نعم. حتى نذكر المشاهدين، محمد شيخي ذو أصول أوكرانية، ليس عربيا ولا مسلما، لذلك أنا أسأل أمين. اسألني أنت، أنت معي حين تسألني كأنني أنا أمير المؤمنين، كأنني حامل الراية الجهادية. أنا سأعطيك رأيي في العالم الإسلامي. أنا أيضا سأعطيك رأيي محمد. أنا أولا لست حاكما، مقاليد الحكم ليست في يدي. لا ليست. اسأل الحكام، هم من خذلوا فلسطينيين وليس سؤالي. هل فهمت سؤالي؟ وليست الشعوب، الشعوب تقريبا كلها تدعم الفلسطينيين. هل فهمت سؤالي؟ نعم، يعني فهمت سؤالي. مثلا الأندية الرياضية العربية، نعم، المنتخبات العربية، الاتحادات العربية لكرة القدم، بماذا دعمت فلسطين؟ بماذا دعمت الاتحاديات الكروية المسلمة فلسطين؟ هؤلاء أوروبيون، ومن حق هم مساندة إخوانهم الأوروبيين، وهذا حقهم المشروع. لماذا تلوم عليهم ولماذا تطالبهم بمساندة الفلسطينيين؟ نقول لك علاش محمد. صح من حق ضد الصهاينة حتى يحرمهم من الاعتداء على بلاده وعلى إخوانه، تعتبره إرهابا. هذا نفاق. هذا نفاق. كاين أمور واضحة ووضوح الشمس، لا تحتاج إلى تفكير ولا تحتاج إلى شيء آخر. لهذا أنا أسميه نفاقا كرويا. صح، يدعموا إخوانهم، هذا من حقهم محمد، ولكن في المقابل أنت تدعم المبدأ. إن كنت رياضيا ولاعب كرة قدم، وكما تدعي كرة القدم بعيدة عن السياسة كما تدعي الفيفا دائما حين تحدث مساندات ودعم من اللاعبين المسلمين لإخوانهم في فلسطين، مثل ما حدث مع فريديريك عمر كانوتي اللاعب المالي السابق لما دعم غزة، تعرض لعقوبات مالية ولعقوبات رياضية لا تعد ولا تحصى. حدث نفس الأمر مع محمد أبو تريكة نجم المنتخب المصري السابق حين رفع شعار كلنا مع غزة، تعرض لعقوبات مالية وعقوبات رياضية. لماذا لا يحدث هذا الأمر الآن؟ لماذا أصبحت فجأة أوكرانيا قضية العالم ككل؟ أنا محمد كإنسان وكإنسان مسلم مع حق الجميع في العيش بسلام. العيش بسلام حق مكفول من الله سبحانه وتعالى لكل إنسان على هذه الأرض. أنا لست مع الحرب، ولكن أنا ضد النفاق الكروي. نعم، بن شبير أتفق معك في شق بنسبة 100%، وأختلف معك في الشق الآخر بنسبة 100%. أتفق معك في أن الفيفا تنافق كرويا، هذه معك فيها كل حق، لأنه الفيفا هي هيئة رياضية كروية ينضوي تحتها الجميع. لماذا لم تعاقب الفيفا الولايات المتحدة الأمريكية عندما اجتاحت العراق وعندما اجتاحت أفغانستان؟
هذا هو السؤال أمين، لماذا لم تعاقب الفيفا الكيان الصهيوني عندما نفذ عمليات وحشية وغاشمة في الأراضي الفلسطينية؟ هنا معك كل حق، وأنا أتفق معك بأنه نفاق رياضي وكيل بمكيالين. أما بالنسبة للأوروبيين أمين فأنا أختلف معك جذريا، الأوروبيون من حقهم مساندة بني جلدتهم بكل الطرق الممكنة. ما رأيك عمار عمر في هذا الكلام؟ احنا هل انت مع بن شبير او معي وبعدين فصل؟ لا صحيح، انا نظن باللي معك اكثر، لانه شوف باينه محمد باينه يغيظوا الحال. يا ايش حال اسمع لا محمد اسمع من فقط ساعه والله ما راح اتكلم معك هذه برك وجوز عاود لك. لا ما يغيظكش الحال، لست تاخذ الكلمه ولا تحرمني من الكلمه. اروح تفضل معي ديكتاتوريه. تفضل اخوي عمار ديكتاتوريه. قدمها لك انا. تفضل اخوي نتاع. لا محمد باسكو محمد ما يحبش كي نقول انا. انا كي قلت لك شيخي ولا ديكتاتور تاخذ رايي ولا غني فقر رياضي يا امي محمد امام اللاعبين. نعم نعم تاخذش كلمه. شوف كي يهضر محمد يهضر محمد يهضر بن شبير ما تاخذش كلمه. اعطيت فرصتك كامله. تفضل ورايك محترم امين، وحتى قلت لك انا متفق معك 50% مختلف معك. والان نستمع لعمار. صح نعم دوبلي انا راني معك لما نعاود نرجع للموضوع. ولكن نحن لا نسمي الاشياء بمسمياتها الحقيقيه. لما يعتدي الاسرائيليين على الفلسطينيين نقولوا دفاع عن النفس. ولما الفلسطيني يدافع على حقه ما نقولوش دفاع عن الناس نقولوا ارهاب. وهذا الشيء واش راه صار دركا. نظن بلي الاوروبيين وحنا نظن بلي كاين فرق. حنا العرب والمسلمين بقينا غير نهضروا ما روحناش للاكت، بينما الاوروبيين يتكلموا ويروحوا للتنفيذ، حل اقل التنفيذ البسيط. يستغلوا مقابلات كبيره ويتكلموا على ان الحرب ليس لها اساس من الوجود دركا. يروحوا دائما للتنفيذ للترسيم، بينما احنا العرب والمسلمين نتكلموا لو يتكلموا الى القليل. وفي الحصه اللي فاتت قلت لك باللي الشيء السيء اكثر ان من بني جلدتنا المسلمين والعرب هما اللي يساندوا الامور هذون ويجوا ضد الفلسطينيين ومع الاسرائيليين ومع الاوروبيين. هذا الشيء اللي يضر اكثر. نذكرك بالامس فقط فتحي نورين لاعب الجودو الجزائري رفقة مدربه عمار بن يخلف تعرض لعقوبات صارمة هنا في الاتحادية الجزائرية، وتعرض للكثير من الظلم هنا في الجزائر بعدما انسحب من مواجهة رياضي من الكيان الصهيوني. هذا مثال بسيط عن طريقة تعامل العرب والمسلمين مع القضية الفلسطينية. نعم تفضل قاسي سعيد أدلي بدلوك. شوف الحروب ما هيش مليحة محمد. أنا نتذكر في 91 رئيس الوزراء الفرنسي دو فيلبان لما اجتمعوا في الأمم المتحدة وقالوا اليوم ندخلوا على العراق. نعم. حرب بالخارج الثاني. وين قال لهم دو وور نوت ذا جيم. نعم. يعني الحرب ليست لعبة. ليست لعبة. واحد ما يحب الحروب، ولكن كاين كير بمكيالين. اليوم بولونيا تقول لك أنا يا أرفض نلعب ضد الروس. مهما كانت تسمية الروس كما حابين تسميوها، مهما كان الشعار ديالها، مهما كانت الراية ديالها، أنا ما نلعبش. إذا ما لعبتش هل الفيفا راح تفرض عقوبات على بولونيا كما الاتحاد؟ لماذا تأخذ الفيفا موقفا؟ يعني العملية العسكرية الروسية لديها من يدعمها من الدول ولديها من لا يدعمها من الدول، لماذا أخذت الفيفا موقفا صريحا ضد روسيا؟ هي واش قالت الفيفا؟ اولا قالت لك ناحيه التسميه تاع الروس، يعني ما تلعبش بالاسم تاع الروس. نعم. وما تلعبش بالرايه تاع النشيد. والنشيد والعلم. علاه بوتين راح يقبل هذا الشيء؟ من المستحيل. اي 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 شخص روسي ما يقبلش يلعب كاس العالم اذا تاهلوا باسم واحد اخر رايه. نعم. واحد اخرى وبدون النشيد. نعم. فرنسا تطلب من الفيفا طرد روسيا واخصائها من تصفيات كاس العالم. عمار امر عجيب جدا. لا امر عجيب جدا على علم انه فرنسا لما تدخلت في مالي عادي لم تعاقب رياضيا. ما دخلت في مالي فقط، دخلت في شحال من بلاد وعادي جدا. لو تكلمت انت من حرب الخليج محمد، تكلم على حرب الخليج، من حرب الخليج لدركا شحال من دوله دخلت في دوله اخرى بدون فرض اي عقوبات عليها. لماذا لحد الان لو امريكا دخلت في دوله واحده اخرى هل ستفرض عقوبات؟ ضبلي كيل ميكيالين والامور راهي باينه واضحه للناس كامله. نعم امين. فيه رياضيين اوكران يشاركون في
الجيش الأوكراني أمين، إنهما الملاكمان المعروفان بطلا العالم فلاديمير كليتشكو وفيتالي كليتشكو الذي يعتبر عمدة مدينة كييف، وكذلك ملاكم آخر في الوزن الخفيف فاسيلي لوماشينكو. نعم نعم، من حقهم محمد يدافعوا على بلادهم. نعم انا قلت لك انا مانيش مع الحرب وماني ضد اوكرانيا، ماني مع روسيا. نعم. من ولي حتى واحد نتحدث عن الكيل بمكيالين. الكيل. نعم. بمكيالين ما نحبوش هذا. ما كان ما نحبش واحد يجي والنفاق الرياضي. نعم. البارح كي نورين قلت لك كي فتحي نورين جبد روحه، كاين بزاف هنا في الجزائر، هنا في الجزائر خاوته ولاد بلاده طاحوا عليه وقال لك جابان ونورمالمون يتضارب مع الله مع هذاك المصارع تاع الكيان الصهيوني. كي تضار معاه انت اصلا راك اعترفت باللي كاين هذاك الكيان موجود، حنا ما نعترفوش بهذاك الكيان، هذاك الكيان بالنسبه لينا حنايا غير موجود وابد الابدين ما راحش يكون. نعم. موجود هذاك الكيان باذن. نعم. الله تعالى. شركه الالماني يلغي شراكته مع غاز بروم الروسي، هذا خبر. نعم. من بعد اليوم تبدل الايه، هذوك نفس الاشخاص اللي كانوا طايحين على فتحي نورين يقول لك ما تدخل السياسه في الرياضه. انا نقول لك هادو ما على باليش انا، هادو المسلمين كيوت فوالا. نعم. مسلم كيوت شغل. نعم. مسلم بصح راك تعرف. نعم. الاتحاد الاوروبي لكره القدم يدرس استبعاد روسيا من مسابقاته المنتخب الاولمبي. تستبعد، اسمع تستبعد على روحك والله، استبعد ونحيلوا العالم من هالسيد راه داحس الدنيا او داخل اوكرانيا وربي لي عالم مور اوكرانيا وين راح يروح. تسمى كما يقولوا الشهيه تاتي مع الاكل. دوك الان نولوا سياسيا هو علاش دخل اوكرانيا؟ دخل اوكرانيا باسكو اوكرانيا دخلوا له حلف الناتو للحدود تاعو، كانوا عندهم نيه دخلوا هو تغدى بهم قبل ما يتعشاو به باش ما يهدولوش الامن القومي تاعو. مازال كاين دويلات اخرى اللي عندها حدود مع روسيا، وروسيا على بالها بلي هذوك الدويلات هذوك عندهم ميول ايضا وعندهم اتصالات مع الناتو ومع امريكا باش يجوا لتما ويديروا كيفاش يقول قواعد عسكريه تما على الحدود. دونك يكمل اوكرانيا، من المحتمل جدا انه راح يزيد يدور لدويلات اخرى. قلت انا ضد الحرب، ما نحبش. نعم. الحرب والله. نعم. ما نحب الحرب وما نحبش نشوف طفل صغير مهما كانت الديانه تاعو. نعم. ما نحبش نشوف انسان يموت هكذا حقره وظلم. صحيح. ظلم ربي سبحانه ما يحبوش ولو على الكافر. نعم. ياك المسلم اللي ربي سبحانه كرمه، المسلم ما عندوش حق يظلم الكافر. الظلم ربي سبحانه قال لك حرمته على نفسي وجعلته بينكم محرمه. نعم.